مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. يوم جديد ونهار جديد. اليوم نحن نقوم برش المبيد الوقائي ضد العناكب والقرديات. كما شاهدتم في الفيديو السابق العديد من التوضيحات حول هذه العملية، لكن كان يوم فيه سرعة الرياح زايدة، لم أستطع رش المبيد، لذلك اليوم أضيف بعض المعلومات، وأيضا سأقوم بطرح صورة هنا في الفيديو، وسأقوم بقراءة النشرة الخاصة بهذا المبيد لكي تعرفوا أهم التعليمات الموصى بها وكيف يعمل هذا المبيد. ها أنا مع عملية الرش، يوم ساخن والعناكب تحب الحرارة، وأنا هنا لكي أحاربها في وقتها بالضبط كما ترون المحرك وغير ذلك. تابع الفيديو صديقي إلى الأخير لكي تستفيد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة. إذا كنت أول مرة تصل إلى القناة يمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تصلك فيديوهاتنا بسرعة، كما يمكنك ضغط زر الإعجاب وترك تعليق فيه تحفيز أو تساؤل، سواء سنسعد بالرد عليكم مباشرة في التعليقات أو عمل فيديو إذا كان الأمر يستحق ذلك، أو توجيهكم إلى الفيديو عبر الرابط من القناة، لأن القناة فيها الكثير من الفيديوهات التي تخص مختلف المواضيع، وهنالك بعض الأصدقاء يطرحون أسئلة في التعليقات ولا يعلمون أنني سبق ووضعت الفيديو في القناة، لذلك دائما يمكنك مراجعة القناة للوصول إلى مبتغاك. لاحظوا أصدقائي هذه الصور التي تخص مبيد بايمت التي قمت برشه. إذا كما تلاحظون أصدقائي هذا المبيد للأسف تخلصت من العبوة ولا أملك إلا الصور، لذلك اضطررت أن أعمل فيديو لكي أشرح فيه، كما وعدتكم سأقوم بقراءة النشرة أنا وإياكم في هذا الفيديو القصير. إذا ها هو مبيد بايمت الوقائي ضد العناكب. النشرة تقول: بايمت مبيد عناكب رتيلة أو قرديات اختصاصي ينتمي لعائلة كيتوينول، يحتوي على 240 غرام من سيبرو ديكلوفان، هذه المادة يعني الفعالة، يؤثر على طريق الملامسة والابتلاع على العناكب، ويستعمل على الأوراق، يعني يضرب مباشرة العناكب عندما يلامسها أو في حالة ما ابتلاعها، يؤثر وقائيا على البيوض اليرقات والخدرات وكذلك على الإناث البالغة، وهو المهم يؤثر على البيوض يعني التأثير مباشر، يتميز بدوام فعاليته 4 إلى 6 أسابيع. واو، هذا شيء رائع، يعني من 4 إلى 6 أسابيع وهو يعمل في الشجرة، جد ممتاز. له سمية وسمية بيئية مواتية بدون تأثير سلبي على الحشرات المساعدة، يعني شيء جميل أنه لا يؤثر على الحشرات المساعدة مثل الكوكسينال وأيضا النحل وغير ذلك. فيما يخص الجرعة المستعملة، كما تلاحظون أصدقائي ومتابعي قناة الفلاحة والطبيعة، اضغط هنا زر الإعجاب واترك تعليق لكي نكمل، اشترك القناة إذا لم تشترك. إذا بالنسبة للعنب والأشجار المثمرة وغير ذلك، الجروع كما ترونها، تحضير المحلول يعني هذا شيء بديهي، نصب نصف كمية الماء المخصصة في خزان جهاز الرش، نضيف الكمية اللازمة من المبيد، ثم نضيف الماء مع الخلط الجيد، الاحتياطات الواجب اتخاذها للسلامة وغير ذلك تعرفونها أصدقائي، فحماية أنفسكم والحفاظ على صحتكم شيء مفيد وواجب وإيجابي، وهو ما ننصح به قبل كل شيء. مثلا أثناء المعالجة يجب ارتداء ألبسة الوقاية الشخصية لتجنب ملامسة خليط المعالجة، تجنب المعالجة بالقرب من مصادر المياه لتفادي تلويثها وإلحاق الضرر بالكائنات الحية المائية، القيام بالمعالجة عندما تكون ظروف المناخية ملائمة، هذا ما تكلمنا عنه في الفيديو السابق، يعني تجنب المعالجة عند هبوب الرياح وغير ذلك،
الحفاظ على سلامتكم بعد المعالجة، غسل خزان جهاز الرش كل وطريقته، تغيير الملابس، العمل على ملابس العمل وغسلها وغير ذلك. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الفيديو أصدقائي، نلتقي في فيديوهات أخرى في سنعملها قريبا، أو يمكنكم مراجعة القناة للحصول على فيديوهات كنا قد وضعناها من قبل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.